الكريب البانيه اللي احنا هنعمله مع بعض. سهل جدا جدا جدا. هجيب عندي طاسه ونحطها عندي على النار، المقادير قدام حضراتكم اهي، تعالوا نشوفها. تعالوا بقى نشوف عندنا الحاجه تبقى عامله ازاي. ادي هنجيب تلقيمه حبيبي يا حمدي، وتلقيمه بن عبد المعبود هنعملها برضو بطعم الكراميل، تمام؟ يعني عشان في ناس كتير سالتني هو في بن عبد المعبود كراميل؟ اه طبعا هتلاقيه موجود في العلبه دي، وهتلاقي من جوه العلبه زي كده، زي ما انا بطلع الباكت كده بالظبط من العلبه، ونبدا اللي احنا نفتحه ونروح فين نحطه في العجينه نفسها بتاعه الكريب. طاسه عندي على النار على ما تكتبوا المقادير. اول حاجه خالص ببدا ان انا احط عندي الاثنين عدد بيض، دي الحشو طبعا بتاعنا اللي هو صوص الكراميل والفراوله والزبادي والحاجات والموز والفواكه اللي موجوده في السوق، شويه فانيليا صغيرين. ابدا اخفق عندي البيض كويس جدا، احط عندي السكر ربع كوبايه من السكر، هجيب عندي الباكت بتاعي، لبن عبد المعبود هنضيف طبعا بطعم الكراميل ونديها تقليبة مع البيض ومع السكر ومع الفانيليا. الطاسة اللي انا هعمل فيها اقوم حاطط فيها الاتنين كوباية من اللبن، هي الطاسة اللي انا هعمل فيها، تمام؟ ونبدأ اللي احنا ندفي فيها الحليب بتاعنا. ونبدا نقلب لحد ما تبدا تدوب اللون ده، لون كراميل. نبدا ناخد عندي الحليب بتاعنا، هضيف عندي الدقيق، واحنا بنحط الدقيق كده بقوم ضايف عندي الحليب بتاعنا الدافي قدام حضرتك اهو. يا مدام احلام، الو، ازي حضرتك؟ ازيك يا محمد؟ اهلا بيك يا فندم. ازيك الحاجة احلام؟ معاك. اهلا بيك يا ست الكل، ازي حضرتك؟ الله يخليك، الله يخليك، تحياتي قوي على كل حاجتك الحلوه دي. الله يحفظك يا ست الكل، تسلمي يا رب، تسلمي. الف شكر يا محمد. الله يخليك يا ست الكل، تسلمي. الله يخليك، انا بشكر الوالده وقلت لك من زمان الله يخليك. الله يخليك يا ست الكل، والله العظيم يعني ربنا يكرمها يا رب ويديها الصحه. شكرا، طمنك عليهم دايما. شكرا يا ست الكل. الله يخليك يا ست الكل، الله يخليك. الله يخليك. اولا انا من عشاق القهوه، بحب اي حاجه فيها قهوه. تمام تمام يا ست الكل. وبشرب حتى برضه بتاعت عبد المعبود، بس البن اللي هو بن غامق وتحويجه هو يعني. ما هو حسب بقى المزاج، هو في يعني هو حاطط الانواع بصراحه كلها، الغامق والفاتح المحوج. اه في منتهى الجمال يا محمد، والله. الله يخليك يا ست الكل، الله يخليك. تسلم ايدك يا حبيبي يا رب. الله يخليك، بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. شاكرين، انا بشكرك والله. انا اللي بشكر حضرتك على اتصالك، شكرا يا حاج احلام. الله يخليك يا محمد، متشكر. شكرا يا فندم، الله يخليك يا فندم، مع السلامه يا ست احلام، مع السلامه. باخد عندي الزبده وببدا اللي انا احطها فين؟ في الكريب بتاعنا بعد ما تسيح معايا، ونديها تقليبه. وكده جاهزه عندي المصفى. شباب كانت هنا، المصفى الصغيره كانت هنا، انا حاططها هنا. عشان هنصفي الكريم.
نجيب مصفى صغيرة ونصفي الكريب بتاعنا. شغل عالي. تبدأ يا باشا بقى تصفي معانا اللون ده من ايه؟ من لون الكراميل اللي انا حطيته من بن عبد المعبود بطعم الكراميل نفسه. طيب اقوم واخدها كده عشان لو فيها اي كتل ولا حاجه نقوم سايبينها هنا دلوقتي ورايحين فين على النار اللي عندي عشان نبدا نصنع اول كريبايه معايا. الطاسه تكون تيفال واحنا بنغسلها لازم تخلي بالنا ان الطاسه تبقى ما يكونش فيها تجريح عشان الكريبايه ما تلزقش مننا. طيب هجيب منديل. يا نيره ازيك؟ الو. الو. ايوه نيره ازيك؟ الحمد لله. اهلا بيك يا استاذه نيره، اتفضلي. عايزه طريقه الكيكه بالشوكولاته. كيكه بالشوكولاته، حاضر يا نيره من عينيا. شكرا يا نيره، شكرا، حاضر من عينيا. هقوم واخد عندي اول كريبايه. بسم الله. ونحط ونوزع. تمام كده، ونقوم واخدينها ورايحين فين يا عم حمدي على النار. تمام يا كبير، وبعد كده نحطها لحد ما تبدا تستوي من الجنبين نفسهم ونبدا نعمل لها الحشو بتاعنا. تعالى بقى يا باشا ايه نشوف عندنا الحشو اللي انا هبدا اعمله يا عم حمدي للكريب ده نفسه بعد ما يستوي معايا. تمام يا عمنا. هجيب عندي الفراوله ونقطعها مكعبات صغيرة. وبعد كده نجيب عندي الموز. بص الفاكهة اللي موجودة عندك في السوق جيبيها واشتغلي منها. قطعنا الموز مكعبات صغيرة. الأناناس يعني نسيت عليه حاجة بسيطة. نسيته؟ لا تمام يا باشا. تمام اهو. تمام قدام حضرتك اهوت ادي الكريب بتاعنا. طبعا يعني المفروض نص دقيقة فسبته دقيقة، مفيش مشكلة مش هيحصل حاجة. ادي قدام حضرتك اهيت الحاجة، حلو جميل زي الفل وطري اهوت وتمام. هنبدأ نشيله كده ونبدأ ناخد عندي تاني واحدة. تاني واحدة مش شرط تحط لها زيت. ونروح فين يا عمنا؟ على النار. ماشي. وناخد الفاكهة اللي عندي دي ونحطها هنا. تعالوا بقى نشوف عندنا الفاكهة، أحطها عندي على صوص الكراميل. تمام كده، وأبدأ اللي أنا أعمل إيه؟ أقوم واخد دي بص التقفيلة كده ونقوم جايبينها كده. تمام؟ قبل كده تقوم جايباها كده. حلو الكلام، وتقومي إيه؟ نبططها كده. تمام يا عم حمدي، بعد كده نقوم رايحين فين عندي على الفريزر اللي عندي واخدين عندنا البانيه بتاعنا اللي انا عامله. بص انا عامل كام واحده وحاططهم طبعا عندي في الفريزر بتاعنا، كل واحد محشي معايا. بعدين يا عم حمدي نجيب ايه بقى؟ البايركسات اللي انا هبدا ابني بيها. عندي ادي البايركسات اهيت قدام حضرتك. حط فيها الكريسب بتاعنا يا مدام منى، واحده هتحط فيها البيض، وعندي شويه الايه؟ الفانيليا الصغيرين.
البيض. هون ابدا يا باشا اهيت استاذه فريال، وبعد كده الكريسبي. صباح الفل، ازيك يا شيف محمد؟ ازي حضرتك يا ست الكل، اهلا بيك. ازيك يا حبيبي؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا ست الكل، ربنا يبارك لك يا رب. مش اول مره اكلمك يا محمد. ربنا يخليك يا فندم، شرف ليا والله. ربنا يخليك، باخد الاكلات والله بتاعتك كلها بعملها. يا ربنا يخليك والله، ده شرف لينا والله. ربنا يكرمك يا رب يا ابني، ويبارك لك ويخلي لك عيالك ويخلي لك مامتك. شكرا يا ست الكل، ربنا يحفظك. يوصل يا ست الكل، حاضر. يوصل يا فندم، حاضر. شكرا يا فندم. بص يا عم حمدي بقى، ناخد عندي الكريب ونروح هنا كده ونقلب. ايوه، هو علي عندي على الزيت، وناخد عندي البانيه ده بسم الله، ونروح قدام حضرتك اهوت على زيت يكون ساخن معايا، واحده واحده عشان الزيت ما يبردش معايا على طول. ناخد عندي في البيض واللبن تاني يا مدام لبنى والفانيليا. مدام لبنى ازاي حضرتك؟ مدام لبنى، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم، اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك، اهلا بيك يا مدام لبنى، اهلا بيك يا فندم. احنا متشكرين قوي على الاكلات اللي حضرتك بتعملها. ربنا يحفظك يا ست الكل، شكرا. الله يخليك. انا عايزه اقول للمتصله اللي قالت بالنسبه اللي حطت سكر على الفول، ايوه، ان هي تعمله فول بقوطه، يعني تحط عليه طماطم. ليك حضرتك كميه الملح كلها حطت سكر. سكر، انا مش عارف ازاي حطت سكر. عايزه قول. ايوه، يعني هتتصرف فيه بقى وخلاص، بدل ما ترميه يعني ممكن تعمله فول بقوطه وتحط ملح تاني. ماشي والله. ماشي معانا برضو نفس الكلام، نجيب عندي الطبق نجيب عندي كمبوت الاناناس. ابدا اجيب، ما تيجي نفتح واحده بقى ونشوف الموضوع من جوه عامل ازاي مع صوص الشوكولاته. شاي مع القرمشه اللي بره. هم قدام حضرتك اهوت. ناقص من فوق بقى ايه؟ صوص الشوكولاته من فوق عليه. وبنقدم بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، وبالهنا والشفا. حط نص فراوله هنا ونص فراوله هنا.